أنا ليش انا وبالبيت ابو الشيئين ما بشوف وانت يا حماتي على اساس معي يعني معلش قاعدة معها ومبسوطة عرفتي شلون الله يغضب على الشيطان قاعدة معها ومبسوطة على حظه طلع الفاتح وعلى اساس انت معي ليش وقت بكون هون يا امي سؤال هي لما طلبت طلبية إيه بس ما قالت ليش بدها تجيب فيها جايبه هيك مكياج تحت كله معبي طلع من الثقل خلي ابني قالي ولا لا قالي يا حملتي يا حبيبتي حنك الام هيك بتساوي بابنها بترضي هذا الشيء على ابنك الهي بتجي وحده بتهلكه بالشيء انه ما بتخلي موقع منيح ايه معلش معلش؟ ايه معلش لا ما معلش اذا حضر ستوري ليجي يقول لك لا ما معلش لا معلش لكن اخذ بنت الناس لازم تجيب طلباتها انا بالنسبه لي راح اكهرب باب الحديد امد له اسلاك كهرباء هو والبوابه والجرس والجرس راح اكهربه بس واحد حط بس حط اصبعه يتكهرب هيك بيعطيني اياها من هون من وين بدي اعمل اسلاك شائكه بدي اعمل اسلاك شائكه مناطق حدوديه بدي اعمل مناطق حدوديه هذا ما بيحسن يعمل شيء راح اعمله توتر عالي هو بعيد 5 امتار يسحبه التوتر العالي ارتحتي ارتحتي انت وامك بسيطه يا حماتي بسيطه بسيطة أكيد هلا لما عملت لك المشي ما انبسطت والله انبسطت خلص ولا لازم انبسط بس تجي علي الطلبية للبيت يا أخي بدك ياني أهر هير زرزور شلون يعني طعميني عصفور بهر هير زرزور زكاني بلاب الزرزور يعني ما بشي خلص وصلني حقي مسامحة تعي تعي برافو يا ماما برافو يا حبيبي ايوه الاخبار جايه هيك على التليفون